اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شايفين يا جماعة قشرة السمك بتفصل ازاي عن السمكة نفسها، ولحم السمك ابيض وجميل ازاي، حاجة كده ما شاء الله تبارك الرحمن اخر جمال. اشوي السمك في البيت بجد من الطرق الممتازة، الطريقة اللي انا بقدمها لكم النهاردة، والفيديو بالتفاصيل عندي على القناة. قبل ده وان شاء الله هحط لكم اللينك اسفل صندوق الوصف، الفيديو هيعجبكم جدا لان الطريقة دي ممتازة حرفيا. كل اسرار شوي السمك في البيت يطلع معاكي واخد اللون حلو ما يلزقش منك في الطاسة، مش هنقول بقى من غير دخان ونضحك على بعضينا، لا خالص، هقولك على الأفكار كلها. وبجد دي فرصة انك تفتحي كده شباك المطبخ وتروقي الدنيا حواليك، وبعد الأكلة الحلوة دي تولعي كده عود بخور الروقان كله. بس المهم انك بتعملي سمك تحفة حرفيا زي ما انت شايفة كده، توفير ونظافة وحاجة بجد حلوة جدا، مش هياخد منك اقصى حاجة 5-7 دقايق على حسب السمك اللي بتعمليه، وتاكليه جنب الرز اللي تحبيه. اهم حاجة اشتراك ولايك.